الفنان المصري هاني عادل يخطو نحو السينما العالمية بمشاركة خاصة في فيلم هادن سترايك، وذلك إلى جانب الفنان الشهير جاكي شان والممثل الأمريكي جون سينا. وتدور أحداث الفيلم الذي سيعرض قريبا على نتفليكس حول مرافقة جنديين سابقين للمدنيين في أخطر طرق العالم، حيث يتعين عليهما نقل المدنيين إلى المنطقة الخضراء بأمان، لكنهما يواجهان الكثير من التحديات.